اليوم السابع كمان قال ان اكد سيد عبد الحفيظ مدير الكوره في الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي صعوبه مباراه طلائع الجيش والمقرر ليها مساء يوم الاربعاء اللي جاي على ملعب المكس في اسكندريه في الجوله 31 من مباريات الدوري العام. اضاف كمان عبد الحفيظ: نحترم فريق طلائع الجيش وجميع المباريات اصبحت صعبه للغايه، خاصه ان الجميع يتطلع لتحقيق نتائج ايجابيه مع اقتراب عمر المسابقه من خط النهايه. وقال كمان: كل مباراه ولها ظروفها، ولكن لدينا هدف واحد وهو الفوز من أجل استكمال مشوارنا للحفاظ على اللقب المحلي. قال كمان مدير الكرة في النادي الأهلي: كل مباراة نحقق فيها هدف بحصد النقاط الثلاثة تبقى بمثابة خطوة مهمة جدا في رحلة الدفاع عن اللقب، خصوصا أن كل نقطة بقت نقطة غالية جدا في صراع المنافسة على الدوري، مع بقاء طبعا 7 مباريات فقط قبل إزالة الستار على الدوري المصري.